كان نهار ترشحت في كمنصب في مجلس النواب ولا كوزير، فما برشا حاجات تحب نعملهم. كما قلت قبيلك حكيت لك على عليه اليهودي ما يكون ينجمش يخدم في وظيفة عمومية ولا ينجم يترشح في عدة انتخابات رئاسية. فما حاجات سكو نحاول نقوي لا توليرونس انتر لي جويف و لي مسلمون، نعمل كلزم دي زيفينمون رحلات كلزم باش تقوي اللحمة هيك، فهمتني؟ تحاول الماكسيموم بوسيبل وتوري سكو، خاطر ديجا احنا في عهد بن علي كانت احنا كي نقول لك هيك معناتها شفتو تلقاهم حتى في جماعة تونس الشريط الساحلي سي بون، في الشمال الغربي الجنوب الغربي يقول لك يهود ما يعرفوش برشا اليهود. بعد الثوره ظهروا برشا عده وسائل اعلام كل شيء معناتها حكاوا على اليهود. فما انا برشا عن ديزامي حتى من التوزر ولا القفصه نعرفهم، معناتها كي حتى كي يشوف من الاول يحكي معاك يهودي معناتها يبدا يبيختيغ بيه شويه، ومن بعد كي يشوف كل شيء يقول لك معناتها عطاونا قبل صوره غلطه. خاطر قبل كانت كيما نقول فما كاموفلاج قبل على النظام السابق، سيكون ما يحبوش يحكوا برشا. مي تو كيما قلت لك معناتها فما برشا حاجات بعد الثوره لمعت الصوره نتاع اليهود وورت شنو هما اليهود، معناتها سيكون يحبوا الوطن هذا، يتعاملوا مع الناس الكل. هنا معناتها فما دي كوميرسون في السوق في جربه حتى في تونس لهنا، فما كوميرسون مسلمون جويف كل شيء يتعاملوا بعضهم في نطاق تاريخي. باهي خرج بن علي معناتها كي توانسه كل ديجا معناتها حتى في الايامات الكوفر فو كنا معناتها نعسوا على الحومه احنا يهود ومسلمين، معناتها نعسوا مع بعضنا ونحكيو شنو يلزم كل شيء. ديجا احنا حتى كي فما معناتها شويه سياسه حديث وكل شيء نحكيو احنا على السياسه تاع تونس كل شيء بين اليهود والمسلمين، نحكيو على الكوره على الاخبار على الاقتصاد كل شيء. صحيح هو وقت برشا صغاريت كل شيء سيكو بن علي ممكن باش يقعد مش باش يمشي. باش نقول لك شوف انا راهو قريت شويه البوليتيك تاع بن علي وريت برشا حاجات، فما برشا حاجات معناتها عطاهم الدوله هذه، فما حاجات باهيه كيما فما ظلم برشا ناس، فما جهات حرمت مناطق داخليه حرمت برشا حاجات، فما ناس بشهيدها وما حصلتش على امبلوا وهذا ظلم كل شيء، كيما فما حاجات سيغتو في الايكونومي معناتها تونس راهو وصلت سيغتان بيريود راهو وصلت حتى التو دو كواسون 7% معناتها ديجا اللي عمرها ما صارت في تاريخ تونس لعاد بورقيبه لا قبله. فما حاجات باهيه عملهم بن علي، فما حاجات خايبه هو مشي على روحه وان شاء الله. لو 13 جانفي هو كيما قلت لك ما حسيتش انه بن علي غدويتها باش يمشي حق دانكو، مي كي مشى لوندومان 14 كاو مشى قول ربي خضر خير كيما توانسه الكل، وجا من بعد جاو حكومات وحسيت انه الشعب ماجوريتي تاع الشعب راضي على بن علي، خاطر وقتها قال باش نخسر لكم المقرونه وال الطماطم برشا حاجات. ما حسيتش انه في نهارتها قلت ممكن حتى بتصير احتجاجات اخر مي مش معناتها هكاك مع مي بالعكس انا نشوف في الاخبار نحس من العشرة وقتها نتذكر قمت 9 واش العشرة 11 نحس فما معناتها احتجاجات صارت في شارع حبيب بورقيبه ومشكل عادة تحسها اقوى مع قلت لعل وعسى. مي باش نكذب عليك باش نقول لك تصورت نهارتها باش يخرج بن علي ما تصورتش فهمت، ولا حد في تونس كان يتصور. مي قوال صحيح وسيختو في العشيه من بعد فما معناتها برشا لاكريموجين برشا معناتها برشا بوكو دو كونفرونتاسيون وكاو كمشي على روحه وان شاء الله فما كان الخير جاي لتونس. شبات سيكو هي راحه لو روبو سيكو معناتها تبطل اي خدمه اي اكتيفيتي تعملها في الباقي سير الايام ما تعملهاش نهار السبت كما قلت يبدا من الفوندردي سوار حتى لو لوندوما. شبات هو في كيفاش نقولوا معناتها تو كيفي وفي تعمل فما صلاه كيما باقي الايام فما شويه معناتها فما انواع اخرى تاع صلاه وكل شيء وفما 3 روبا. روبا الاولى هي تكمل في المغرب تمشي للسيناغوغ تصلي ومن بعد تروح الدار تعمل تاكل على روحك وتشرب ويتلموا ديجا العائلات بر كيف كيف لوندوما فما صلاه ومن بعد فما دوزيام غوبا في العشيه فما ثالثيام غوبا. كي تقول انت تو احنا نهار السبت ديجا لا نمسوا لا فلوس لا نمسوا لا تليفون اي حاجه الكتريك ما نمسوهاش. قبل شنو كان؟ قبل كان لو سيليكس
انك تضرب السيليكس على بعضه يعمل معناتها الضوء فهمتني دو فو توا شنو تعاود الالكتريسيتي دونك سي انتيغ معناتها دالومي ولا اي حكايه. كيفاش نعملو كيفاش تكون اكزومبل البلا سخونه الماكله سخونه كيفاش به فما مينوتري تتعمل تتركب في بريز تعمرها اكزومبل من هو السبت يدخل 6 غير ربع تعمرها من 5 ونص فهمتي اكزومبل انت باش تاكل مع 8 9 تاع الليل تخليها تمشي سخونه تسخن البلا كل شيء اكزومبل حتى تعمل ايكونومي انت فهمتي مينوتري هيك تنجم تسكرها مع نص الليل ولا 9 ولا 10 وتعاود تشعل غدويتها فهمتني تعاود تشعل كل شيء باش تقعد ديما ماكله سخونه و فتورات هما حتى في الاي دي كوموندمون يقول لك انك ما يلزمك تحترم الشبات وما تعمل حتى اي اكتيفيتي. نتلموا برشا عائلات اصحاب شنو اخر فما ماكله سبيسيال فهمتني فما نعملوا سورتو لي بولات فما كيما نقولوا كي الطاجين نوع اخر مش كيما نعملوا في باقي الايام. شنو اخر كما قلت ما تنجمش تمس تحكي بورتابل تحكي على اي افير تنجمش تعمل تلفزه بون اش تعمل سيكو تقعد مع الاصحاب تحكيو شويه مواضيع في الدنيا تمشي للصلاه تصلي على روحك تاكل على روحك او مجعول سيرتو عص شويه تكثر شويه في الصلاه وتقرا برشا كما نقولوا عن كتب معناتها تقراهم برشا ومجعول برشا سيختوها زاد على الماكله وانك تشيخ روحك معناتها تحس روحك ايزولي معناتها على الجمعه كل اللي كنت تخدم معناتها تحس روحك مرتاح على الاخر لا شكون يقلقك لا تليفون لا فما حد معناتها وحدك معناتها. بعد تورا فما برشا مقابر توا يدخلوا فيهم لي جي ديجا فما واحده في سوسه في بريسيزامون في بير شوبيك معناتها دخلوا عليها برشا فما شكون يسكروا فيها معناتها وضع كارثي كما نقولوا فما حتى في الكيف سمعت فما برشا مقابر فما حتى دي سينياغوغ معناتها والحاجه هذه حاجه مقدسه معناتها كيما احنا توا ما تعديش على معناتها الجامع ولا اجليس ما تعديش زاد على سينياغوغ معناتها حرام باش تقعد تحول البلاصه هيك كانت مقدسه الى تخربها فهمتني رجعوا زار شؤون دينيه باش تعاود يعاد كما نقولوا ترميم المقابر اللي عندنا وفما دي سيناغوغ اللي هما معناتها تحسهم معناتها في وضع لا يرضى له كما نقول وانه تحاول تزيد تطورهم وتعمل اللازم لازم فما دي سيناغوغ حق في تونس برشا معناتها سيكوريزي وكل شيء مي فما كلكوزان كيما في الحفصية تحسها معناتها ارجيناليزي معناتها تحسها اون ديغي ماي سيناغوغ. عملت تيمونيج هذا خاطر نحب نبلغ شنو اللي معناتها يحسوا فيه الكوميونيتي تاعي الناس. انا ديجا حبيت نوصل معناتها نقول برشا حاجات اللي سيكو فما ناس تقول وانه احنا راهو يهود بينا وعلينا وسي با لو كان واحنا ديجا نتعايشوا مع الناس الكل ونخدموا ديجا مع الناس الكل معنا حتى مشكله مع اي طرف و كما قلت من الاول اوني دي فريغ معناتها كيك سوا معناتها نو لي جويف ولا لي كريتيان لي مسلمون معناتها نو سوم توس دي فريغ و حبيت زيد قلت التيمونياج هذا باش نعرف برشا حاجات نعرف شنو عشت انا شنو عشت الكوميونيتي نتاعي توا خاسك سافي 20 عام وحكيت برشا حاجات على التاريخ شويه حكيت على الشعب اليهودي كيفاش عاش في تونس اخترت ما نوريش وجهي خاطر ديجا تعديت قبل قريت في الليسي ميم حتى ليسي ايتاتيك وميم اون بريفي تعدت في برشا مشاكل تاع غاسيزم اللي بون ما يمنعش وانه الماجوريتي الحق حتى في الليسي عندي برشا اصحاب فهم كيلكو زان معناتها يقول لك هكا يهودي وبي وعلي فهمتني اخترت لانه ما نوريش وجهي اليوم خاطر نحس روحي سيكو معناتها
باش تقول انك انت اون بليس جو سوي لو سول جويف معناتها كي نقرا في فاكولتي ونحس روحي معناتها سي فري باش نلقى برشا اصحاب وباش نعمل برشا اصحاب مي باش تبقى ديما فما كيما نقولوا كيفاش لو تيرم حاسين فما كل اي فما شويه حساسيات في ناحيه النظره وكل شيء انه ليك انك يهودي وكل شيء وانت وحدك فهمتني دونك جي بريفيري انه ما نوريش وجهي معناتها بوغ دي ريزون معناتها كو جي اكسبليكي